حول هذا الموضوع ينضم إلي خبير الزلازل والجيولوجيا الدكتور أحمد عسكر من بغداد. مرحبا بك يا دكتور. بدءا، هل هناك أي ترابط جيولوجي أو زمني بين زلزال تركيا وزلزال المغرب الذي أعقبه بقرابة 7 شهور رغم اختلاف الصفيحة الأرضية بين البلدين؟ شكرا جزيلا على استضافتكم. وحقيقة يعني ليس هناك أي ربط بين الموضوع الزلزال اللي حدث في تركيا وزلزال المغرب، لأنه هناك صفائح التكتونية تختلف عن الصفيحة اللي حاليا اللي حدث. طبعا المنطقة اللي حدث بها الزلزال هي بالضبط المنطقة المتاخمة لشمال أفريقيا اللي هي تعتبر من الواجهة الأمامية للصفيحة الأفريقية، وهذه الصفيحة الأفريقية بطبيعة الحال هي في حالة يعني حركة باتجاه التصادم مع الصفيحة اللي سموها بالإيروآسيان بليت. مثل ما تفضلتوا بتقريركم أنه تقريبا أكثر من 125 سنة مرت على آخر زلزال حدث بالمنطقة، هذا مداعات لأنه حتى نعطي تفسير واضح ودقيق لما حدث في المغرب، أنه هذه الحركة الحقيقة تولد جهد مستمر، وطيلة هذه العقود الطويلة من الزمن تتراكم الجهود نتيجة هذه الحركة، وهي تكون يعني تكون محسوسة لكن درجتين أو 3 درجات، وسجل بال 2022 حوالي 20,000 هزة أرضية صارت بالمنطقة. لكن من تكون من 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 يتراكم هذا الجهد فحتما راح تكون الكارثة أكبر، بدليل أنه أصلا هي هاي المنطقة على طول اللي تشمل شمال الجزائر وامتدادا إلى تونس، هذه المنطقة يسموها مناطق التصادم أو الكوليجين أريا، أو اللي يصير بها حقيقة تصادم بعكس بعض المناطق اللي يصير بها انفتاح أو الديفيرجنس. الكونفيرجنس أو التصادم هذا حقيقة دائما يولد كوارث، والدليل اللي تفضلتوا به وقلتوا انه حقيقة هي على مسافة او مساحة 600 كيلو متر مربع مو 400، وشملت حوالي 8 مدن مغربية، وهذه هي الكارثة الكبيرة اللي حثت. والخسائر حتما هي نتيجة البناء، طبعا البناء بالنسبة لهذه المدن اللي هي مطلة على الاطلسي و على بعض المدن الأخرى حقيقة تفتقر إلى الكود الزلزالي أو ما مبنية أصلا حتى تكون مقاومة للزلازل، فلهالسبب يصير تداعيات خطيرة ويصير عندك يعني كوارث، والخسائر بالأرواح تتعاظم بسبب هذه الكارثة الكبيرة. وجه الشبه زائدا أحب أنوه. تفضل تفضل. هناك دراسات حديثة أجرتها بعض الفرق العالمية الحقيقة أنه ظهور فالق جديد يسموه البوران فولت. هذا الفالق الجديد أيضا هو مداعات لأنه يكون ممهد، والمفروض كان ينوه عن أنه هذه المناطق ممكن تشكل خطورة، إضافة إلى سلسلة الفوالق الموجودة باتجاه شمال غرب المغرب، وهذه المناطق أصلا هي كانت يعني بتاريخها سجلت في أغادير وسجلت في مدن متعددة حدوث زلازل كبيرة في هذه المنطقة وخسائر فادحة. فطبعا المنطقة هي ليست يعني مو من المفاجئ انه يحدث بها هذا الزلزال، بدليل انه اكو تاريخ زلزالي في هذه المنطقة، لكنه كان الأعنف منذ قرن. ربما ذات الفترة الزمنية التي حدثت في تركيا لم يسجل زلزال عنيف منذ 30ات القرن الماضي فيها أيضا. ربما وجه الشبه بين الزلزالين هو قوته التي بلغت في المغرب 7.2 درجة على مقياس ريختر، في حين بلغت في تركيا 7.7. هل بدأت قشرة الأرض بمرحلة جديدة من النشاط باعتبار تسجيل الأعنف بالدرجات في هذه المناطق؟ في علم الجيولوجيا او بالتحديد في علم الجيوفيزياء احنا هذه مساله الزلازل والبراكين وهذه الكوارث والعصير حقيقه تعتبر من الظواهر الجيولوجيه الطبيعيه،
لأنه هذا مسألة تنفيس عن الأرض ومسألة الجهد المتراكم نتيجة الحركة المستمرة للصفائح اللي سبق أن قلت أنه بعضها تشهد يعني انفتاحات وبعضها تشهد تصادم. لكن هي الحقيقة حجم الكارثة من يكون كبير دلالة على أنه تدري يعني هذه الصفيحة أكو نشاط زلزالي في هذه المنطقة، حركتها البسيطة لا توحي بوجود كارثة، لكن من تتراكم وتحدث يعني على فترة طويلة من الزمن لابد أنه تتحرر الطاقة حتى تخلص الأرض من هذا الجهد المتراكم عليها. الفرق كبير بين اللي حدث في زلزال مراكش وتركيا. تركيا واقع على صفيحة الأناضول، وهذه الصفيحة حقيقة محصورة بين صفيحة بين الأرابيان بليت، بين الصفيحة العربية والصفيحة الإيروازيوي الإيروازيان بليت. هذول في حالة الحركة المستمرة راح طبعا هذه تكون الصفيحة الأناضولية راح تكون محصورة بين الصفيحتين العظيمتين الكبيرتين، فبالتالي حجم الكارثة راح يكون أكبر وتسجل أرقام كارثية في بهذه الزلازل. أما من تكون المنطقة هذه على طول الامتداد من شمال أفريقيا، من تكون حركتها باتجاه الصفيحة الأوروبية الآسيوية حتما يعني حجم الحركة وحجم الصفيحتين تكون أقل كارثية مما يحدث في الأناضول أو ما حدث في تركيا من زلزال مدمر أيضا كان بهذه الشدة وبهذه القوة. ونتوقع أيضا حقيقة نتوقع في مكانات أخرى هذا حالة عدم الاستقرار الموجود بالقشرة الأرضية بفعل ما بفعل حركة الصهير الصخري الموجود في باطن الأرض، واللي هو يعني من صعوبة التنبؤ به ومن صعوبة أنه نراقب حركته أو نستنتج الكارثة اللي راح تحدث بعدها. لا يكون معروفا إلا بعد ما تحدث الكارثة، ذاك الوقت نعرف بالضبط حجم حجم الحركة أو نسميها بالماجنيتيود أو مكان حدوث الزلزال أو وقت حدوث الزلزال. كل هذه عوامل تنبئ بوجود يعني كارثة حاصلة في هذه المناطق. يعني من الصفيحة الأناضولية إلى الصفيحة الأفريقية، دكتور أحمد ذكرت صعوبة معرفة وقوع الزلازل حتى بعد وقوعها، لكن ألم يتوصل العلم ربما أقل تقدير إلى توقعات لتجنب الكوارث والأرواح التي تزهق جراء هذه الكوارث؟ نعم بالفعل، هي دراسات الجيوفيزيائية مستمرة والمسوحات الزلزالية طبعا في كل العالم حاولوا، وهسه طبعا موجودة محطات للرصد الزلزالي، وهذه البيانات مستمرة 24 hour a day تنطينا إعازات أنه أكو حركة مستمرة وأكو يعني حالة قلق موجودة بالأرض. لكن الـ يعني من الصعوبة جدا أنه إحنا نتنبأ بوجود زلزال كارثي بهذا الشكل، لكن هي تسجل وهي معروفة، وهالسبب الفرق العلمية اللي تدرس أو تسوي مسوحات دائما تنطي خلينا نقول إنذار مسبق أنه هذه المناطق يا لابد أنه تتبع كود زلزالي أو تتبع بعض الأمور الاحترازية أنه ممكن أنه هذه المناطق تحدث فيها زلزال. فلهالسبب يجب أن تنشأ مدن مثل اليابان، مثل الدول اللي المتعارف عليها أنه زلازل مستمرة بها، لازم يكون هناك كود زلزالي وهناك بعض الاحترازات أو بعض عوامل الإنذار أنه هذه المناطق لا يمكن مثلا بها سدود أو بها منشآت استراتيجية، لابد أن يؤخذ بالنظر الاعتبار أنه يقع الزلزال في أي لحظة في أي وقت كان، وحتى تكون الخسائر أقل وتكون الضحايا أقل أيضا بنفس الوقت. في أي لحظة وفي أي مكان قد يقع الزلزال، أين العراق دكتور من هذه المعادلة الخطيرة؟ نتعرض ربما لهزات ارتدادية، لكن هل العراق بمنأى عن هذه الكوارث؟ بالنسبة للعراق حقيقة يعني سبق وأن ذكرنا من مقابلات متعددة أنه العراق ليس بمنأى عن الزلزال والزلازل، لأنه أصلا الحدود الشرقية للعراق اللي تمتد من المثلث العراقي التركي وإلى
حدود العمارة هي واقع على ضمن الحزام الزاغروس، حزام طي الزاغروس نسميها بالعلم احنا زاغروس فولد بيلت. هذه طبعا سجلت على مدى 100 سنة حسب الخرائط الزلزالية وحسب الموثقة انه الاف من الزلازل حدثت في هذه المناطق اللي هي على دربندخان وحلبشة ومنصورية وبدرة الى حد العمارة. لكن الحزام الزلزالي هذا او النشاط الزلزالي حقيقة يقتصر على المدن الواقعة او المتاخمة لهذا الحزام، اما كل المحافظات اللي تقع في وسط العراق حقيقة يعني نشهد وجود زلزال او حدث بها زلازل لكن ليست كارثية باعتبار انه هي بعيدة عن البؤر الزلزالية وهي في منع عن الخطر هذا اللي موجود. والحقيقة بعض المواصفات او التراكيب الجيولوجية الموجودة تختلف كليا عن ما موجود في وسط العراق وعن ما موجود في المناطق المتاخمة لحزام طي الزاغروس. فلهالسبب اختلافات التراكيب الجيولوجية وبعدها عن المكان حتما احنا ان شاء الله وعدنا دراسات وعدنا خرائط تأشر على انه المناطق اللي موجودة او المحصورة بين النهرين هي حقيقة ليست مناطق كارثية واحنا بمنع عن حدوث الزلزال. والتاريخ الجيولوجي والتاريخ الجيوفيزيائي يشهد انه لم تحدث اي ظاهرة او لم تحدث عندنا من هذا النوع من الكوارث بعيدين عن هذا المكان. وأيضا الحقيقة دخلت عندنا مفاهيم جديدة بالوقت الحاضر على أنه لا تقام مشاريع استراتيجية ولا تقام إلا بأخذ الموافقات أو بحسابات الكود الزلزالي، والبناء يجب أن يكون محصن لأي كارثة لأن هذه المناطق حسب ما معروف بالجيولوجيا أنه هذه مناطق قلقة وكل المناطق حقيقة تكون خاصة الواقعة بين الصفائح هي مناطق تكون كارثية ومناطق تصادم تباعد إلى آخره وتشهد حدوث زلازل متكررة بها. من بغداد كنت معي خبير الزلازل والجيولوجيا الدكتور أحمد عسكر، شكرا.